هز أرضية بقوة 4.2 درجات في منطقة الريف. أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجات على سلم ريتشر الأحد 16 أكتوبر 2022 بإقليم الدريوش. وأوضح المعهد في نشر دارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش وقعت على الساعة 8:32:16 صباحا. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 15 كيلومترا وقعت عند التقاء خط العرض 35.512 درجة شمالا وخط الطول 3.588 درجة غربا. شكرا على المتابعة، ولا تنسى الاشتراك في قناتكم نقطة ودعمنا بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.